مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة هون يشهد اجتماعا أمنيا موسعا قضيته الرئيسية مواجهة العابرين للحدود بطريقة غير قانونية. الاجتماع تمحور حول وضع آلية لتنسيق في حصر العمل الوافدة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين. كذلك ضم الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي بجفرة للكشف عن المخابز والورش الصناعية والمزارع لإجراء ما يلزم. الاجتماع تناول سرعة وضع خطة تواجه كل الاختراقات التي حصلت في المدة الماضية وأثرت على صورة المدينة بعد عديد الشكاوى التي وصلت من المواطنين. اجتمع كل من بمركز ايواء المهاجرين فرع الجفرة، الحرس البلدي للمنطقة، والمجلس التسييري هون، والهلال الأحمر بمدينة هون، ومندوب مديرية أمن الجفرة، وذلك لعملية طرح آلية الحصر العمالة الوافدة الموجودة في المنطقة وإصدار تحاليل طبية وبإتقاط حصر لهم. وقد اتفق الحاضرون على أن تبدأ اللجنة عملها من الأحد القادم. من أجل حماية هون من الأخطار تم هذا الاجتماع على أمل تنفيذ الخطط سريعا كي تظهر النتائج المرجوة.